اهلا بكم في الاجنده. قبل ايام قليله مر بنا اليوم العالمي للغه العربيه الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه او اعتمدت فيه الجمعيه العامه للامم المتحده اعتمدت اللغه العربيه سادس لغه رسميه لها قبل ذلك بنحو اربعه عقود يعني في عام 1973. وقد جرى الاحتفاء بهذا اليوم على مستوى جمهور اللغه العربيه في الوطن العربي في ظل ظروف سيئه للغايه تمر بها الامه العربيه لم يسبق ان مرت بها من قبل لان مستوى التهديد المصيري للامه العربيه اليوم اكبر بكثير مما عرفته في عصور الانحطاط والتدهور التي مرت بها من قبل ولعل هذه التحديات هي التي دفعت الكثير من الشباب العربي للاحتفاء بيوم اللغه العربيه هذا العام بصوره مختلفه قليلا الشباب العربي يتشبث باي خيط يربطه باحلامه الكبيره التي رباها في صباه بسبب يعني بسبب الهزائم التي يتلقاها والخيانات من الداخل والخارج يتشبث باي خيط هذه الحلقه هي عباره عن خواطر سياسيه فكريه من وحي اليوم العالمي للغه العربيه فكونوا معنا. الذين يدرسون التاريخ، تاريخ اليمن يقولون ان اليمن لم يستقر لفترات طويله ولم تتوحد جميع اقاليمه لفترات طويله تحت حكومه مركزيه واحده. ويقولون ان السبب في ذلك يعود الى الطبيعه الجغرافيه لليمن بصوره اساسيه. طبعا الاستقرار يحتاج الى بسط نفوذ الدوله على كامل التراب الوطني وهذا غير ممكن في اليمن الا اذا كانت وفي اي مكان الا اذا كانت جغرافيا الدوله تسمح بذلك يعني هناك جغرافيا تسمح للدوله بالسيطره الكامله وجغرافيا لا تسمح ترهق الدوله كثيرا وتشجع الجهات المتمرده على التمرد والانقسام الجغرافيا التي تساعد الدوله على بسط نفوذها هي الجغرافيا المنبسطة التي تكل فيها المرتفعات الجبلية لأن المرتفعات تشجع المعارضين على التمرد والاعتصام بها ضد الدولة وإضعاف سلطة الدولة وهذا يأتي على حساب الاستقرار بالطبع لكن المشكلة أن الاستقرار لم يكن دائما في مصلحة الأمة أي أمة لأنه أحيانا كان يعني استقرار الظلم ما هو الدوله لما تبسط نفوذها وهي دوله ظالمه وتستقر لفترات طويله معناها ان الظلم نفسه هو اللي اللي في حاله استقرار مش الشعب مش المجتمع السلطه المركزيه ربما تكون غير عادله ولهذا ربما كان وجود المرتفعات الجبليه في جغرافيا محدده بمثابه هديه طبيعيه لمن يرغب في التمرد على الدوله وكسر يعني سلطتها الظالمه لاحظ المؤرخون ان الحضارات البشريه الكبيره قد نشات في اراضي نهريه منبسطه مثل العراق ومصر والصين هذه كلها كانت حضارات على انهار آه، الارض منبسطه تسمح للدوله ببسط نفوذها لفترات طويله جدا ويصعب التمرد عليها وذلك لان الدوله قادره كما قلت على آه، بسط نفوذها في هذه الاراضي المنبسطه ما دام ان الامه يعني مرتبطه اقتصاديا بالنهر وليس بالجبل والاراضي الوعره بظل مستسلمه للدوله. لكن هذه الميزه كما قلت غالبا كانت تاتي لصالح الدوله اكثر ما كانت تاتي لصالح الامه، لان الدول القديمه تحديدا كانت تهتم بالسيطره وبالتوسع ولا تهتم بخدمه مجتمعاتها. وهكذا نشأت دول فرعونية متجبرة حولت سكان هذه الوديان إلى أجراء وعساكر يخدمون الحاكم المستبد ومغامراته اللي الحاكم اللي كان يؤله نفسه في بعض الأحيان في غالب الأحيان يعني في الصين جرى تأليه الحاكم في مصر في العراق في, في اليابان ولهذه الأسباب الجغرافية لهذه الأسباب الجغرافية لم نجد في تاريخ اليمن حاكم ادعى الألوهية لماذا؟ لأن جبال اليمن ومرتفعاتها لا تسمح له بذلك لا بالدعاء الألوهية ولا بالاستبداد أحيانًا يقول لك علي عبد الله صالح ما كانش مستبد أصلا أنت الظروف الطبيعية الجغرافية البشرية لا تسمح للحاكم في اليمن بالاستبداد والدعاء الألوهية ما تسمح لهش. وهو يعرف ذلك ويخشى ذلك الحاكم اليمني يدرك ذلك حتى لو كان يرغب في الاستبداد والفرعنه فانه سيتردد كثيرا قبل ان يقدم على ذلك ولهذا نقول انه افضل نظام سياسي لحكم اليمن هو النظام يعني الشكل النظام يعني افضل شكل هو الفدرالي لانه سيحقق الرضا الاجتماعي لدى اليمنيين جميعا ومن ثم سيحقق الاستقرار السياسي وبالتبعيه سيحقق التنميه الشامله بكل اشكالها، يعني اذا في رضا اجتماعي عن السلطه في استقرار، اذا في استقرار في يعني تنميه. صحيح ان الذي يسيطر على الجبال في اليمن هو الذي يسيطر على الدوله. الا انها ستكون يعني سيطره مؤقته. دائما ستكون سيطره مؤقته. ما لم يكن هناك عدل ورض اجتماعي في كافه انحاء اليمن لا يمكن ان يكون هناك استقرار دائم. اليمن لا يمكن ان يجمع بين عسرين عسر الدوله المركزيه وعسر الظلم. قد يقبل اليمنيون بالدوله المركزيه بشرط ان تكون دوله عادله شريفه محترمه ما عدا ذلك سينتهزون اقرب فرصه للثوره عليها كما هو حاصل طوال تاريخه. ولذلك نقول نقول ايضا انه لا يصلح في اليمن الا النظام الجمهوري بجانب الفدراليه لماذا؟ يعني حتى لو لم ينجح النظام الجمهوري احيانا في تحقيق الرضا الاجتماعي كما حدث في فتره علي عبد الله صالح لكن تظل ميزه النظام الجمهوري انه قابل للتعديل والتحسين والتغيير وقابل للتغيير ادائه يعني على عكس النظام الملكي اليمنية الملكية في اليمن جربت أكثر من مرة، اليمن جربت النظام الملكي تقريبا ثلاث مرات في عام 62 قبل عام 62 وجربت عينتين صغيرتين من الملكية في بعد الجمهورية اللي هي ملكية عفاش وملكية الحوثي اللي بنجربها الآن. ثلاث تجارب ملكية كلها كانت فاشلة ومرفوضة من قبل اليمنيين. بينما التجربة الجمهورية الحقيقية اللي مثلتها فترة إبراهيم الحمدي وما قبل بقليل كانت محل رضا اجتماعي كبير صحيح أنه فترة القاضي الإرياني كانت فيها شوية أخذ ورد واضطراب وقلاقل وفقر لكن كان هذه طبيعي لأنه إحنا انتقلنا من نظام ملكي إلى نظام جمهوري من وضع الوضع فكان طبيعي هذا كانت مرحلة انتقالية لكن فترة الجمهورية الحقيقية قبل أن تأتي المشاريع الملكية كانت فترة رومانسية كانت فترة رائعة جدا ولهذا نقول أنه بقاء الحوثي على شكل سلطة في اليمن هو تهديد لاستقرار اليمن في المستقبل لأن مشروع الحوثي في ذاته مرفوض من قبل الجغرافيا اليمنية نفسها فما بالك بالإنسان اليمني كل شيء في اليمن يرفض مشروع الملكيه، فما بالك اذا كانت هذه الملكيه اماميه. يعني مرفوض اس اثنين. اي محاوله اجنبيه استعماريه لتوطين المشروع الامامي في اليمن هي اشبه بتوطين مسمار في قلب او قدم شخص حي، لا يمكن ان تنجح وتستمر. مثلما ان ان الجغرافيا قد شكلت تاريخ اليمن وحاضره كذلك فان الجغرافيا قد شكلت تاريخ العرب وحاضرهم وربما مصيرهم في المستقبل واقصد بالعرب هنا الامم التي جعلت اللسان العربي لسان ثقافتها لان العروبه مفهوم ثقافي وليس مفهوما عرقيا عنصريا يعني العربي ليس من ينتمي الى العرقيه العربيه بل من ينتمي إلى الثقافة العربية وهناك من المثقفين من يخطئ ويقول إن العربي هو كل من يتحدث العربية هذا كلام غير دقيق لأن الفرنسي قد يتحدث العربية ويظل فرنسيا كما هو حال المستشرقين مثلا العربي في الحقيقة هو كل من كانت العربية لسان ثقافته حتى لو كان من عرقية غير عربية ممكن يكون من عرقية مصرية قديمة كرديه اي عرقيه احنا بنعتبر صلاح الدين عربي مع انه كردي بنعتبر سيبوي و... والبخاري عرب مع انهم فرس وهكذا طارق بن زياد بنعتبره عربي مع انه يعني امازيغي ومن حق هؤلاء ان يحتفظوا بانتمائهم العرقي اذا شاءوا في ظل الم... في ظل المفهوم العروبه العام تكمن اهميه العربيه اليوم اللغه العربيه تكمن اهميتها اليوم في انها صارت تمثل الاقوام الساميه التي استوطنت الجزيره العربيه. الجزيره العربيه كانت طوال آلاف السنين موطن لاقوام ساميه كثيره بينها صله قرابه وثقافه ولسان. الاكاديون، الكنعانيون، الفينيقيون، الاشوريون، اليمنيون، الاعراب في وسط الجزيره، كل هؤلاء اقوام ساميون. هذه المنطقه الساميه رشحت اللسان العربي ليكون ممثلا لها ولألسنتها جعلت هذا اللسان معبرا عن ثقافتها عن ثقافة هذه الاقوام كلها من وقت مبكر بالمناسبة مش بس من بعد الاسلام اقول هذا لمن يعتقد ان العربية تمثل ثقافة العرب العرقية العربية وحدها العرب اللي كانوا في وسط الجزيرة وحدهم هناك من يظن ذلك هناك من يقول اليوم نحن سريان ولسنا عربا او نحن آشوريون أو نحن فراعنة أو نحن يمنيون أو كلدانيون ولسنا عربا ويطالبون بإعادة تعريف أنفسهم هناك نزعات قومجية أو قومية موجودة لا بأس بها بشروط هؤلاء لا يدركون أن اللسان العربي لا يمثل ثقافة العرقية العربية وحدها بل يمثل كل الثقافات السامية في الجزيرة العربية وبالمناسبة كانت مصر جزء كبير منها ينتمي إلى الجزيرة العربية وينتمي إلى السامية العربية كان يقال شرقي النيل دائما عربي وطبعا السيناء كانت دائما سامية ثقافات الأقوام السامية وبعض العرقيات المجاورة تسربت عبر المياه الإسلامية والحضارة الإسلامية تسربت إلى جوف الثقافة العربية وشكلت معظم قوامها فأصبحت اللغة العربية تمثل الثقافات السامية كلها أو جميعها كما أن اللسان العربي نفسه هو الأخ الشقيق لبقية الألسنة السامية مما يعني أننا أمام عائلة واحدة رشحت لأسباب تاريخية أحد أعضائها ليكون ممثلا عنها الآرامية اللغة الفينيقية اللغة العبريه الكرعانيه اللغه اليمنيه الجنوبيه اللغه هذه لغات رشحت العربيه الفصحى في النهايه لتعبر عنها لانها اختها الشقيق يعني يعني القرابه اللي بينهم قرابه كبيره جدا وواضحه وهنا لابد من ذكر حقيقه هي انه اللسان العربي اخذ هذه المكانه بسبب عناصر قوته الذاتيه فيه وليس لان العرب هم الذين تغلبوا على الاقوام الساميه الاخرى بعد ظهور الاسلام، لا يعني هناك من يعتقد ان الاسلام هو الذي ازاح اللغه او ازاح اللغه اليمنيه القديمه تحديدا، وهذا كلام غير دقيق، صحيح ان الاسلام كان له تاثير سريع في انتشار اللغه العربيه داخل حدود الجزيره العربيه الا ان انتشار العربيه كان امرا مقدرا ومتوقعا لاسباب اخرى. بدليل بدليل ان اللغات الساميه الاخرى مثل الأكادية والاراميه واليمنيه قد انقرضت او تراجعت بالرغم من بقاء شعوبها او دولها. يعني انتشرت اللغه العربيه قبل الاسلام وازاحت لغات ساميه اخرى بسبب قوتها الذاتيه كما قلت. وهذا هو سر دخولها اليمن ببساطه وهدوء. كان بعض الشعراء اليمنيين امثال امرؤ القيس ينظمون شعرهم بالعربيه الفصحى وكان امرؤ القيس يخاطب وادي دمون شمال مدينه تريم في محافظه حضرموت يخاطبه قائلا تطاول الليل علينا دمون دمون انا معشر يمانون واننا لاهلنا محبون امرؤ القيس هو أيقونة هذا الموضوع بالفعل لأنه يمثل نقطة التقاء الخطوط كلها فهو من ناحية يمثل العرب جميعا بوصفه أول شاعر عربي في التاريخ ظهر وأشهر شاعر عربي ظهر في التاريخ وهو من ناحية الثانية ينتمي لقبيلة كندة التي سكنت وادي حضرموت وهو من ناحية ثالثة يعتز بانتمائه الحضاري لليمن إن معشر يمانون يعني امرؤ القيس لا يعترف بقوات النخبه الحضرميه والنخبه الشبوانيه والنخبه البتاعيه والاحزمه الامنيه التي شكلتها الامارات جنوب اليمن. امرؤ القيس يعتز بانتمائه لليمن وغير معترف بالاراء الاراء المتطرفه التي تريد فصل اللحمه اليمنيه عن الجسد العربي بدافع الشعور القومي الخاص، اذا امرؤ القيس هنا يكاد يمثل اليمن تمثيل جيد في وسط الـ موضوع العروبة. أردت بهذه المقدمة أن أقول إن العرب الذين سأتحدث عنهم في هذه الحلقة هم الأقوام السامية التي جعلت اللسان العربي، جعلت اللسان العربي حاملا لثقافتها المختلفة في مكون ثقافي واحد جديد هو مكون الثقافة العربية وأعود مرة أخرى لأقول مثلما أن الجغرافيا قد شكلت تاريخ اليمن وحاضره لأننا إحنا في جنوب الجزيرة العربية محكومين بهذا الموقع الجغرافي فعلا كذلك فإن الجغرافيا قد شكلت تاريخ العرب وحاضرهم تخيلوا لو أن اليمن ما كانت جنب السعودية كيف كان بيكون وضعنا؟ أكيد بيكون مختلف كذلك الجغرافيا شكلت حاضر العرب ومستقبلهم ماضيهم وحاضرهم وربما مصيرهم في المستقبل ايضا. كيف حدث ذلك؟ دعونا نعود الى الجغرافيا نفسها. تعلمون ان الجزيره العربيه تقع في وسط العالم القديم بين اسيا واوروبا وافريقيا في المنتصف هناك. هذه الوسطيه الجغرافيه رشحت ابناء هذه المنطقه العربيه الساميه للقيام بدور خاص في تاريخ البشريه هذا الدور هو حمل رسالات التوحيد السماويه عبر عنه القران بالقول وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا جاءت هذه الايه عند الحديث عن الكعبه بوصفها قبله المسلمين وكانها تشير او كانه يشير بهذه الايه الى وسطيه القبله بالنسبه للتجمعات البشريه للجغرافيا البشريه وهذه المساله تعد نقطه اساسيه في فلسفه الاسلام ينبغي ان يدركها كل فقهاء الاسلام لماذا لانها تفسر قضايا كثيره وتجيب عن تساؤلات عديده من مثل سؤال لماذا اختار الله منطقه الشرق الاوسط لتكون محطه الانبياء والرسل المعروفين في شباب يسألوا لماذا كل الانبياء جاءوا من الجزيره العربيه ولا من منطقه الشرق الاوسط الكلام مش منطقي مع ان القران بيتكلم عن انه بعث في كل امه رسول ونذير وما من امه الا فيها نذير لكن آه معظم هذه السلسلة جاءت من المنطقة هذه الشرق الأوسط الإجابة في القرآن نفسه موجودة ومختزلة في عبارة واحدة هي وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ماذا تعني هذه الوسطية؟ هذه الوسطية ولماذا كانت عامل أساسي من عوامل بعث الرسالات السماوية في المنطقة؟ يمكننا أن نقدم إجابة اجتهادية على هذا السؤال في النقاط الاتيه. اولا عندما تكون في الوسط فهذا يعني انك في مركز الجغرافيا البشريه للعالم. الجغرافيا البشريه مش الطبيعيه. في فرق بين الجغرافيا الطبيعيه والجغرافيا البشريه. الجغرافيا البشريه التجمعات السكانيه. يعني انت هنا في وسط الجغرافيا البشريه. وهذا يؤهلك للقيام بدور الشهاده. لتكونوا شهداء على الناس الشهادة هنا تعني القدرة على إيصال الرسالة والإخبار بها والشهادة على الناس بأنك أوصلتها كلمات شهادة وشهود وإشهاد في القرآن تتضمن معنى الحضور فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني فمن حضر منكم الشهر رمضان فليصمه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني من من يحضر فليحضر عذابهما اذا الشهود هنا هو شهود حضاري الشهود هو الحضور والمعاينه وعباره لتكونوا شهداء على الناس تعني ايصال هذه الرساله وتبليغها الى الامم الاخرى في الاطراف ايصالا وافيا يجعلهم كانهم حاضرين معكم عند التنزيل طبعا صوره الاشعاع من المركز إلى الأطراف هي الصورة المنطقية بالفعل هو المفروض هكذا أنه تبدأ الإشعاع الفكري والرسالي من الوسط من المركز وكان المركز هنا هو الجزيرة العربية يعني الشعاع في وسط الغرفة يضوي أكثر من الذي في زواياها لكن هذا ليس العامل الأهم ليس العامل الأهم في مفهوم الوسطية العامل الأهم يأتي في النقطة الثانية في ذلك العامل الذي يدرسه الدارسون تحت مصطلح الجغرافيا الثقافيه. الجغرافيا البشريه يمكن ان ندرسها من اكثر من زاويه، ممكن ندرسها من زاويه الاقتصاد، الجغرافيا الاقتصاديه، او من زاويه السياسه، الجغرافيا السياسيه، او من زاويه الثقافه، الجغرافيا الثقافيه الى اخره. الجغرافيا الثقافيه هي التي تدرس الاختلافات بين الثقافات. الاختلافات الثقافية بين المناطق الجغرافية المختلفة. الاختلاف بين بين الثقافة الصينية والثقافة العربية والثقافة الأوروبية مثلا. وتدرس تأثير الجغرافيا والبيئة على الثقافة. هل ممكن البيئة سواء كانت حارة أو جبلية أو باردة أو هل ممكن تؤثر في ثقافة الشعب الموجود في هذه الجغرافيا؟ هل ممكن البروده مثلا في اوروبا تؤثر على الانسان الاوروبي في ثقافته؟ هل ممكن الحراره في افريقيا تؤثر على ثقافه الانسان الافريقي؟ هذا من ضمن ما تدرسه الجغرافيا الثقافيه، وهذا موضوع شيق وممتع أه ساحاول يعني تبسيطه للمشاهد الكريم في الفقره التاليه. الجغرافيا الثقافية تخبرنا مثلا أن أصحاب كل منطقة جغرافية يفكرون بطريقة متشابهة ومختلفة قليلا عن أصحاب المناطق الأخرى يعني الصيني مثلا بيفكر بطريقة مختلفة قليلا عن الأوروبي وعن الأفريقي والعربي كذلك بيفكر بطريقة مختلفة قليلا عن الأوروبي والصيني وهكذا تقول الدراسات الحديثة إن الآسيوي يصنف الأشياء حسب علاقاتها. في حين أن الأوروبي يصنف الأشياء حسب فئاتها. يعني مثلا لو سوينا تجربة وجبنا واحد أوروبي وواحد آسيوي وحطينا قدامهم ثلاث صور، صورة تفاحة وصورة موز وصورة قرد وقلنا لهم صنفوا هذه الأشياء افرزوها صنفوها ماذا نتوقع؟ نتوقع أن الأوروبي سيضع صور الموز بجانب صور التفاح على جنب ويضع صورة القرد في جانب آخر لماذا؟ لأنه يصنف الأشياء حسب فئاتها الموز والتفاح من فئه واحده هي فئه الفاكهه اما القرد فهو من فئه الحيوانات هيحطه على جنب هذا لو كان اوروبي اما الاسيوي فغالبا سيضع صوره الموز بجوار صوره القرد الموز والقرد مع بعض ويضع صوره التفاح لوحدها لماذا لانه يصنف الاشياء حسب علاقاتها الموز له علاقة بالقرد لأن القرد يحب أكل الموز وما يحبش أكل التفاح يمكن طيب ما الفرق بين هذا التصنيف وذاك الفرق في نظام التفكير الذي يفكر في الأشياء من خلال علاقاتها طبعا العلاقات بتكون عمودية دائما لذلك أنا أشر بهذه الطريقة الذي يفكر في الأشياء من خلال علاقاتها يرى العالم أكثر تعقيدا وأكثر تركيبا من الذي يرى الأشياء بحسب فئاتها لأن الفئات علاقات عمودية الآسيوي يرى أن العالم مركب معقد والأوروبي يرى العالم بسيط وواضح لأن مسار التفكير مسار التفكير في العلاقات كما قلت يتجه عموديا أما مسار التفكير في الفئات فيتجه أفقيا أفقي بيشوف الأشياء بسيطة عمودي بيشوف الأشياء مركبة لذلك الذي يفكر عموديا وينظر الى العلاقات من السهل عليه ان يتصور وجود اله وعالم غيب خلف هذا العالم الظاهر من السهل عليه لأن العلاقات الحاله التفكير في المسار العمودي هو تفكير استعاري كما يقول في علم الشعر استعاري الاستعاره تاتي من خلال التفكير العمودي الكنايه تاتي من تفكير سطحي افقي كما قلت ومن ثم من السهل على هذا الاسيوي ان يتقبل الخرافه احيانا لان الخرافه علاقتها بالاستعاره وعلاقتها بالاسطوره وعلاقتها بعالم الغيب علاقه عموديه كلهم كل هؤلاء ينتمون الى عالم التفكير العمودي ولذلك قد يستبدل احيانا ما هو حقيقي في هذا العالم بما هو وهمي قد يستبدل عالم الغيب الحقيقي بفكره وهميه ويظن الناس انه السر في انه في التفكير الخرافي والتفكير الاسطوري لا هو المشكل السر في التفكير العمودي نفسه هذا التفكير قد يهتدي الى حقيقه في عالم الغيب وقد ياتي بما هو شبيه لها وهو الاسطوره او الخرافه اما الذي يفكر بطريقه افقيه فهو يفضل النظر الى عالم الماده فقط كما هو حال الانجليز مثلا بصوره خاصه والاوروبيون بشكل عام بشكل عام يعني وساذكر لاحقا اين موقع العربي في كل هذه في كل هذه المسائل يعني لكن قبل ذلك هناك سؤال لابد من الاجابه عليه هو لماذا لماذا قد يختلف نظام التفكير من منطقه جغرافيه الى اخرى هل للبيئه الجغرافيه تاثير في نظام التفكير الاجابه على هذا السؤال تذكرني بإجابة طريفة قدمها بعض الفلاسفة ذكرها تحديدا زكي نجيب محمود في أحد كتبه قدمها على يعني على سؤال لماذا تقدم الغرب وتأخر الشرق وأفريقيا قال بعضهم السبب يعود إلى طبيعة البيئة أوروبا منطقة باردة والإنسان في المناطق الباردة يستهلك سعرات حراريه اكثر ومن ثم هو بحاجه الى بروتينات ولحوم اكثر من غيره في بقيه القارات لكن المشكله ان كميه الصيد انذاك في اوروبا كانت محدوده يعني هناك تقريبا غزال لكل عشره صيادين في اوروبا بعكس افريقيا هناك عشره غزلان لكل صياد امام كل صياد في وفره في افريقيا في الصيد لذلك الاوروبي مضطر لبذل جهد اكبر وتفكير اكبر من اجل الحصول على غذائه وهذه الظروف جعلته يروض عقله في التفكير والتخطيط الدائم فاصبح التخطيط والتفكير الواقعي جزء من طبيعته من جيناته الانسان الاوروبي في حين ان الانسان الافريقي في الغابات لا يشعر بالحاجه الى الطعام في ظل الحراره الموجوده كما يشعر الاوروبي لسببين الأول أن الحرارة كما قلت تفقد الإنسان الرغبة في الأكل. والسبب الثاني أن اللحوم متوفرة في أفريقيا أكثر من أوروبا. ولهذا فإن الأفريقي لا يحتاج إلى بذل جهد كبير واستثنائي من أجل الحصول على غذائه، لا يحتاج إلى تخطيط وإعمال عقل ومشي طويل من أجل البقاء. ولهذا اشتهر الأفريقي بالكسل وقلة الفكر. ولعل هذه الملاحظة تظهر بوضوح في نظام اللغة أكثر يعني كما أعتقد اللغة في الغابات لغة متخلفة كثيرا، لغة إشارية تخلو كثيرا من الأفعال يعني الأفعال فيها محدودة على عكس اللغات الاشتقاقية اللي موجودة في المناطق الباردة الأفعال فيها كما سنرى بعد قليل أكثر بكثير يبدو لأنه الأمر له علاقة بطبيعة حركة الإنسان في هذه الجغرافيا. إذا تأملت استخدام الفعل في اللغات العربية والإنجليزية والتركية مثلا ماذا ستجد؟ ستجد أن كل لغة تعاملت مع الافعال بطريقه تعكس نظام التفكير عند اصحابها، مش عندنا فعل ماضي ومضارع وامر، والصواب ان يكون فعل ماضي وحاضر مستقبل، المفروض كان هكذا لكن التقسيم العربي كان فيه خطا لسبب ما. تعالوا شوف الجمله الانجليزيه مثلا لا يمكن ان تخلو من الفعل. دائما هناك فعل في الجمله الانجليزيه اذا لم يكن فعل اساسي بيكون فعل مساعد في اللغه العربيه يمكنك ان تجد جمله بدون فعل مثل الجمله الاسميه السماء صافيه الربيع جميل الجو ممطر ما في افعال هنا جمله خاليه من الفعل في اللغه التركيه الفعل دائما ياتي في نهايه الجمله شوفوا كل اللغه لها نظامها الانجليزيه لا تخلو من الفعل العربية ممكن تكون بفعل وب... وبدون فعل التركية لازم يكون الفعل في اخر الجملة طيب ما علاقة هذا بنظام التفكير نفسه عند صاحب اللغة يبدو ان الانسان الانجليزي لا يستطيع ان يتصور الحياة بدون عمل بدون فعل لان الحياة في اوروبا لا لا تسمح بالراحة بالذات في الفترات القديمة يعني ايام ما صنعوا اللغة ولهذا لا تخلو جملة الإنسان الإنجليزي لا تخلو من الفعل أما العربي فيمكنه أن يتصور الحياة مرة عمل ومرة راحة وسكون ممكن لأن طبيعة حياته في الصحراء العربية في الجزيرة العربية تسمح بذلك لا غرابة لا غرابة أن نجد الجملة العربية مرة فعلية وتدل تدل على الحركة ومرة جملة اسمية تدل على الثبات طبعا احنا عندنا الجملة الفعلية تدل على على الحركة والجملة الفعلية تدل على الثبوت أما التركي فهو طوال تاريخه كان عسكري مقاتل متنقل وفي النظام العسكري يأتي العمل بعد الترتيب والتنظيم يعني بعد ما ينتظم العسكر في صفوف يسطر الأمر بالفعل هذا ينعكس على اللغة التركية نفسها لأن التركي يرص الأسماء في الجملة جنب بعضها كذا مثل ما يرص الضابط العسكر في العملية العسكرية وبعدين يحط الفعل في الأخير وكأن وكأنه كأن الأمر العسكري كأن الجملة مثل الأمر العسكري يعني الجملة التركية هي صورة لنظام التفكير عند الإنسان التركي الأمر يأتي في الأخير بعد ما يرتبهم ينظمهم وبعدين كلهم انطلقوا كذلك الجملة التركية اسم 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 وبعدين ياتي الفعل. الآن يمكننا أن نجيب على سؤال الحلقة. لماذا اختار الله منطقة الشرق الأوسط لتكون حاملاً لرسالات الرسالة النبوية التاريخية؟ يعني التي عرفت في التاريخ. ونجيب على السؤال الفرعي أيضاً، كيف شكلت الجغرافيا مصير العرب في الماضي والحاضر وربما المستقبل. أظن أن نصف الإجابة قد تشكل لديكم من الكلام السابق وبقي أن نقول إن العرب لم يكونوا آه وسط في الموقع الجغرافي فقط بل كانوا وسطا في كل شيء يعني الوسطية الجغرافية انعكست على كل شيء في حياة العرب بما في ذلك الثقافة والأخلاق العرب والساميون أقصدها آه أصبح لدينا وسطية ثقافية ووسطية أخلاقية هذه الوسطية في الأخلاق وفي الثقافة جعلت العرب الساميين عموماً جعلتهم أنسب الشعوب لحمل الرسالات السماوية إلى بقية الأمم ماذا أعني بالوسطية الثقافية والأخلاقية؟ أعني أن الإنسان السامي كان وسطياً في نظام تفكيره بين الاسيوي والاوروبي، بين الانسان الاسيوي والانسان الاوروبي. فلا هو نظام تفكير خرافي اسطوري استعاري كما هو حال الانسان الاسيوي الهندي وغيره، ولا هو نظام تفكير مادي كمي مثل ما هو حال الانسان الاوروبي. بل كان وسطا بين هذا وذاك. وكذلك في اخلاقه كان السامي وسطا بين الاخلاق الاسيويه الرخوه المستسلمه للسلطه تماما بكل اشكالها في الصين واليابان وغيره وبين الاخلاق الاوروبيه المتصلبه العنيده التي لا تقبل الاستسلام كذلك كان وسطا في تحضره بين انسان الغابه الافريقي وانسان المدينه الاوروبي وكل هذه الوسطيات اهلته اكثر من غيره ليكون حاملا للخطاب الالهي والرسالات السماويه الى غيره من الامم المتطرفه. متطرفه يعني اللي في الاطراف. وقد انعكست كل هذه الصفات على لغته التي تنزلت بها معظم الرسالات السماويه من صحف ابراهيم الى كتاب محمد اذا استثنينا الواح التوراه الواح موسى الثلاثه او القليله المحدوده. اللي كتبت على الارجح هذه كتبت باللغه الهيروغليفيه المصريه لان كان مصري. بقيه الرسالة السماويه كتبت باللغات الساميه الاراميه مع البابليه الاراميه مع ابراهيم وبعدين جاءت الاراميه مع عيسى والعربيه مع محمد. العقل العربي لم يكن عقلا متخلفا تماما مثل العقل الافريقي. اللي في الغابات ولا كان متحضرا تماما مثل العقل اليوناني لانه لو كان متخلفا تماما كالعقل الافريقي لن يقوى لا هو ولا لغته على تحمل الرساله الجديده هذه الرسالات السماويه ولن يقوى على استيعابها وفهمها وتبليغها ولو كان عقلا فلسفيا مثل العقل اليوناني لانشغل بتحليل الرساله وفلسفتها وسفسطتها والاختلاف فيها على حساب اعتناكها وتبليغها مشكلة يعني لو نزلت الرسالة هذه في في اليونان أو في أفريقيا كانت مشكلة هي بحاجة إلى منطقة وسطية وكذلك في جانب الأخلاق كان العربي سامي وسط بين البداوة في 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 الصحراء العربية في وسط الصحراء البدو الأعراب كان وسطا بين البداوة وبين التحضر اللي بجانب في الحضارات المجاورة لا هو عديم الأفق كثير النفاق مثل الأعرابي الجافي ولا هو متحضر رخو مثل أصحاب الحضارات المجاورة فارسية فرعونية الرومانية اليونانية إلى آخره ما كانش يخضع الأمور للحساب والمصلحة والمفسدة كما في هذه الحضارات المتقدمة قد تكون هذه المفاهيم غامضة قليلا نعم عند البعض لكن الهدف ليس تحقيق الفهم الكامل وإنما إعطاء مفاتيح لبعض المشاهدين يفتحوا بها مبدئيا بعض الألغاز التي قد تحيره في تفسير التاريخ وتفسير الظواهر الإنسانية ما هو حكاية أن الوسطية ضرورة للرسالة السماوية أمر يحتاج شوية تأمل يعني لماذا؟ أنت لما تكون عندك وسطية في الأخلاق أنت مش منافق مثل الأعرابي تترك الرسالة هذه في أقرب مواجهة ولا أنت مثل هذا الأوروبي اللي, بيحسبها بالحسابة وبيحسبها مصالح ومفاسد ويشتري المية بتسعة وتسعين هذا ممكن يفاوض على الرسالة لأن محتاج لشخص أو لأمة تكون ما عندهاش ثقافة مثل الأمة العربية هذه ما كانش عندها ثقافة سابقة تعطيها ثقافة جديدة بتتشربها وبتتبناها بقوة وبتناضل من اجلها بكل ما اوتيت من, من 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 اخلاص بدون ان تفلسفها يعني ستهتم بنشر هذه الرساله اكثر مما بتهتم بتاويلها وفلسفتها وشرحها وهذه كانت خصائص لازمه في الجيل الاول الذي يوصل الرساله الفكرة الاساسية التي تريد ايصالها هذه الحلقة هي ان العرب امه معظم اقدارها مرتبطة بجغرافيتها. وهذه الاقدار لن تتغير الى الاحسن اذا انقسمت الى عرقيات صغيرة، اثنيات صغيرة. ولن يستقر لها قرار الا في ظل الدولة, الدولة الديمقراطية العادلة. لان هذه الدول او هذه الدولة الديمقراطية هي التي تناسب الشخصية العربية. الشخصيه العربيه ليست من جنس الشخصيه الصينيه او اليابانيه القديمه او الكوريه اللي ممكن تسلم للامبراطور يفعل بها ما يشاء. العرب والساميون فيهم في طباعهم يعني شبه من الشخصيه الامريكيه سواء في نزوعها للتحرر الفردي الليبرالي او في تصرفاتها الهمجيه احيانا، احنا والامريكان سواء. أو في تعلقها بالدين هذا وجه شبه ثالث مع الأمريكان يعني معروف أن الأمريكان أكثر الشعوب الأوروبية أو الغربية تعلقا بالدين. وأكثر من الأوروبيين طبعا أكثر من الأوروبيين حماسا في الحديث عن نشر القيم الديمقراطية على نفس طريقة العرب لما يتحمسوا لفكرة عن الإسلام مثلا ولأن الشخصية العربية قريبة الشبه من الشخصية الأمريكية في جوهر في جوهرها، فإن الحل الذي يناسب العرب لكي تكون أمة عظيمة هو نفس الحل الذي ناسب الأمريكان من قبل، مع الأمريكان كانوا عبارة عن نفايات أوروبا، لكن هذه النفايات تحولت إلى أمة عظيمة لأنه وجدت الصيغة التي تناسبها ما هي الديمقراطية والليبرالية والدين ثلاث عناصر. النزوع الفردي الفردانية الحرية الليبرالية هذه الشعور بالفردانية والديمقراطية كنظام حكم والدين أمريكا في الحقيقة هي صنيعة هاتين القوتين أو الثلاث اللي ذكرت قوة الديمقراطية قوة الروح الدينية والنزوع الليبرالي الفردي البعد الديني في السياسة الأمريكية تحدث عنه كتاب كثيرون في العالم لكن حينما ياتي الاعتراف من فم سياسي امريكي مثل حاكم ولايه امريكيه بكل وقع اخر مثل صاحبنا جيسي فنتورا هذا اللي كان حاكم ولايه مينيسوتا ولايه امريكيه هذا الرجل قال ان جميع حروب امريكا التي عاصرها هو كان لها علاقه بالدين مع ارتباط بمصالح اقتصاديه ايضا. الشاهد انه الحاله الامريكيه تشبه الحاله العربيه الى حد كبير. ما صلح للامريكان يصلح للعرب كثيرا. لذلك لا يجوز ان نقيس العربي على الصيني مثلا. قياسنا الى الاوروبيين والامريكان اكثر شبها. تعالوا نستمع الى هذا الرجل الامريكي ونشوف حقيقه النظام الامريكي والحاله الامريكيه من بعيون امريكيه. you said earlier that all wars were about you know oil and and corporations they are but they're all religious based too so they're all about religion and oil and corporations could be and sure. occasionally getting rid of the nazis yeah. So my point is well, the wars Nazi, can be... Wait the, wars Nazi, can be wait, wait, the Nazis was religious too. Look what they did to the Jews. So that brought religion in. Vietnam was religious because Diem, our puppet president, and our country brought a hundred Christian Vietnamese down to the south to be the government. Well, the southern Vietnamese didn't like these religious characters from up north, so they then became the Viet Cong. So... All wars pretty much in my lifetime have had some religious basis, but certainly big business gets in there because wars are very profitable to certain big businesses. And of course, big business needs to be in the Middle East so that we can get the oil out of the Middle East, so we can get the lithium. out of Afghanistan. You know they discovered a vein of lithium there. They say is worth a trillion dollars. Well what is lithium used for? Every cell phone, computer and soon to be electric cars. طبعا الرجل في هذه المقابله اتهم من قبل المذيع بانه يتعاطى الحشيش او المخدرات لانه بيقول كلام صدم الرجل يعني ويبدو هذا المك... المذيع متعصب جدا يبدو انه بريطاني. لكن من الترى هذا صدموا بحقائق لا قبل له بمواجهتها ولذلك لما طرح الامر للتصويت في الاستوديو قال لهم هل تعتقدون للجمهور اللي في الاستوديو هل تعتقدون انه انا اتعاطى المخدرات؟ قالوا بالاجماع لا. انت بتتكلم كلام صريح يعني الشعوب هناك فاهمه اللعبه وان كانت بعض المؤسسات مثل المؤسسات الاعلاميه طبعا وهي ملحقه بالمؤسسات الاستخباريه والمؤسسات السياسيه احيانا يعني تحاول غسيل دماغ الشعوب لكن الشعوب هناك واعيه الى حد كبير الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله